à l'adversaire يعني كي امن بالافي ديال لو جو فلا طابل خارج لا طابل على الادفيرسير très rarement les matchs. Il y a ni même un grand joueur qui pense à aller. Qui exécute comme il faut. Oui, parfait. Parfait, parfait. Je pense pas, trop de risques, trop de risques. Parce qu'il a de faire le champ de Zaf, pas ce frab. De préférence, il a pas de milieu. Spécifique les frères de la loi. Il a
Yeah.
positionnement de l'ennemi rouge, il a pas le choix de prendre le rouge. Et je pense pas que je engage à faire une série même d'abord. Je pense à des temps pour les intérieurs, on va dire une défense.
parfois ma في ذاك اللوكول اللي كان عنده كانت عنده الحمراء باقا قريب لانوار اللوكول اللي طيح فيه ديك الحمراء كان يقدر يبدا بهذوك اللي جاو كل لبابي اللي كاينين فوق الكوتي ديال الطابل. Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds jumping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah, I'm coming home. Savannah. I'm coming home, Savannah. We'll never be alone, Savannah. على أهبة السعادات كيتسنى اون شانس باش يديروا اون فيزيت هاد لاطابل هادي ولكن ما نظنش ان عمل يعطيه هاد لونور هذا. بيان سور تقدر تسمي لو في ديال ان عمري خسرش ولا يزدر سي ان اونور. Je pense que c'est
بوش اكشوالمون ففي الضربه ديالو ما بان ليا بوشو مشى حتى شي اف بحال الا خلى الخرجه في الرحمه ديال لاطابل وي ولا ديكس فراتريك ميم سي فافوريزي البولا بوليتش الى رازا هذيك الصفره راه بوش ديالك ما يعرفش يكونترولي لا في بلونش لاعب مواصفات عالمية فباش تاخذ لقب ماشي بلي ستاتيستيك ميور جوور بار ايكيب في لاني 2014 سي با فاسيل سورتو كاينين كاع لي شامبيون دو موند بالانواع كانوا في الكومبيتيسيون تاعهم Le premier coup est correct par la
ce qu'on a pressé. هي انهم يساليوا ديك الفرايم يحاولوا يجربوا لطاف لكن البصل ديال فضلا منكم لا امرا بيان سور وحتى تعم الفائده الشر فيه كتوقف ليه الصفره انا كنقول عيشه اللي وقفت ديك الصفره ديك الوقفه ماشي نورمال داك ترو ولا في لحظه ولات عنده شخصيه وكيوقف ديك الكره حيت فريمون بلي زعما نضربها ضربة نقية ميم سي قاصت شي شوية في لابوند مي هاد الكرة هادي كنقول داك الجهة اللي ضرب كتكون 50-50 باش طيح فهمتي من غير كانت تكون 50-50 في أي طابلة كون مكنتش عارف ديك الطابلة بلي راه كتأبسوربي كواري مي باش تأبسوربي كاع الكواري توصل لهاد الكرة هادي ما تأبسوربيهاش راه نقدروا نكاليفيو هادشي في البارانورمال اكتيفيتيز عامر ما خرجش للحمراء الثانية او لا 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 يا سلام يا سلام تربو لابول وتخرج وتخلي لونجل باش تخرج للانوار زعما لونجل باش يخرج للانوار ما بانش لي اخويا عصام نو نو عنده لونجل عنده لونجل مالوريزمون ما عطاش اسي دي في البوشون باش يتحل ابخي لو كونتاكت مع لا بوند فهاد كيف ما كتشوفوا ما كايناش اون روتاسيون في لو سونس اللي غيخرجوا لا نوار ميليو ف ايفيتي الصفراء ما يبقاش فيها اكزاكتومون اكزاكتومون فهذوك النوع ديال الخرجات كاين نيسيسيتي ان ريترو بوشون على اليمين كضرب بوشون من التحت على اليمين ابخي لو كونتاكت مع لا بوند كيتحل البوشون في لو سونس انفيرس كيتحل على اليسار هو اللي كنقول ليه ليفي كونترير اكزاكتومون خويا واللي كيعجبني في عامر هو انه ميم سي في هاد لي سيتوياسيون ما كيفقدش الامل كيحاول يلقى الحل بيان سور بيان سور هو بانت لي واحد الفكره ديال انه يلعب على لا بوند ويصيفط البوشون جهه ميليو وبار لا سويت لانوار تكوريجا مع البوشون ميليو هو كيفكر يلعب لانوار على الصفرة مي الصفرة بعيدة بزاف على الترو باش تابسوربا
ان لانوار ديماري زعما الترو من غير الى دفعتها شي قوه خارجيه ما يمكنش انا الفكره الوحيده اللي بانت ليا هي اللي بروبوزيت انه يلعب لانوار ضرف لا بوند ويبوزيسيوني البوشون حدا الميليو وفاش تم راجعه لانوار ضرف البوشون افران رئيس بالافران الرئيسيه كانت صفرة بعيدة بزاف وكان محظوظ كان محظوظ وي النوار كتشد ثانية واحد شوية على الشرف وي نوار كتشد صفرة وصفرة أخرى كتموت على لوتخو بونت فهنا كيف ما كتلاحظوا ميم سي زقل ما خلاش اون طابل فاسيل للاعب الشرفي هي فيزابل ولكن كومي ماشي كيف ما كانت وي انا جو بونس لاعب شرفي غير ماركي الكره الاولى ميليو بار لا سويت غير ديفونسي بلوتخ بوند اللي قريبه لوتخ بي اللي قريبه لا بوند او يحاول يديجاجي ولا يخرج مورا لا نوار كان شوا فيه الريسك سي ان شوا اغريسيف 100% مي مالوروزمون ما كيتوفقش في الديجاجمون انا ما عرفتش واش حاول يحرك لانوارو صفرا ولا غير يخرج مورا لانوارو وتبقى ليه الصفرا دي زاميلو صراحة انا ما عرفتش داك الجهد اللي كان لعب ما كتبانش لنا الفكرة كاع كريم وين مش سيبا واش إلي أوبليجي مي عنده اون بتيت ديفونس لنشاهد ماذا سيفعل
رغم من انه كيكون الكورونا كل لاعب عنده حق اكستنشن مره في الطرح. انا مرحبا كيتشوف فقط لاكاس ما كي امبروشيش وي مي اون ميم طون ما كيخلي حتى شي حاجه سهله للشرفي. Plus de concentration. Il en même temps et annoncer les 30 secondes. Je ne sais pas où je le countdown qui donne 10 secondes, le frame, la même 5 secondes. Ou est-ce qu'il y aura un countdown le long? Mais le plus logique, 3 secondes. Je pense comme ça, le joueur qui a repassé par le les 10 ou les 5 secondes. Qui est tapé deux fois sur la table. Oui. Bah, j'ai annoncé le live. Ou quand qui est annoncé, peu importe où je live, je suis à la table ou là. Honnêtement, je suis contre annoncer les. Mais je suis le cas de faire pour le faire. Il y a la romance. Ouais, c'est fait. Thank you.
refrain d'accord. Même si tout le monde فاهم متفق على ان عامر هو الفابوري ديال هذا الماتش هذا فباش تكون فابوري سوبر خصك تطيح طواري مانبورت لو نون ديالك مانبورت السمعه ديالك مانبورت البالماريس ديالك فاش كنت دير بحال الاربعه اللاعب الشوطي ولا اي لاعب مؤهلات ديال انه يسالي من بعد الفوز المعتقد هو انه الفير لاكري اللي بتستعمل ماكان كيف يلصق الفير هذو للتيوري ديال الكيف وبيان سور كاين نوع اخر ديال الكيف هو اللي كتب برمية ديال الكيف فلو تيرم كيف اللي هو فورس كتبون ديال الكيف كيخلي كيردو طارو صعيبة كيردو سهلة
ميم سي راه تعامر وكان دوزا ديك لا بي جون بابلات في الترو مي ما خرجاتش يعني بقات شاده ليه واحد الترو اللي كروسيال في هذا الماتش هذا اللي شاد واحد ثلاثه الحمرين ونوار ديال الشرفي فالشرفي خصو يخرج كونتيني الشرفي باخر ديفونس لعب الشرفي اللي بدوره تا هو كيحاول يكونتيني كيحاولوا يبلوكيو لي زوبسيون على بعضياتهم
بهذيك الحمراء حكم الماتش حكم داك الشوط I'm not sure.
نذكر شنو شنو يدير. اسحب الكلام ديالي يستعمل بوكو في الكره الاخرى ديالو. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. We'll be right back.
ياخذ وقت باش يدرس نشوف يعني واحد الريتوال صعيبة حيت ما خلاش الراس والعمر باش يديكالي بوشون في لو سونس ديال لي دو بيين كي يخص من الطاولة ميليو كان يقدر يخلي راسو خدمة سهلة سهل من هاد الفكرة اللي عنده وي وي جوبون باش يخرج Thank you.
ماهيش ذاكره شاك فوا كيدخلوا في ايشونج ديفونسيف كيكون عامر كيخرج عامر فانكور وي فاللاعب شرفي هو لاعب جيد لاسبي ديفونسيف ديال الجيم ديالو كوريكت مي عامر عنده لابيتود باش يخرج من داك الشيء اللي كيخرج على الاوردينير وي وخصوصا ان الشرفي لاعب اللي ما ساهلش في الديفونس عصبه ولا شمع دافع عصبه ولا شمع دافع عامر كان كيحاول يكونترولي لوفون اهم ترو في هاد لا طابل هادي دابا ما كانش توفق باش انه يكونترولي الترو وحتى الشرفي بدوره اللي كان كيحاول يدفع الصفرة بالحمراء ويشد لو ترو ديال الادفيرسير حتى هو ما توفقش في ليكزيكيسيون ديالو هنا عامر كيشوف واش ممكن ديك الصفرة تاع كوريكسيون ميليو دوبل كوريكسيون وي كوريكسيون بالصفرة ديالو بار سويتش كوريجا بالحمراء ديال لافيرسير هادي كتنسيسيتي تصفيقها شي الا مشات تا اكزيكوتيها على بيرفيكسيون حيت كيف ما قلت لكم ديجا باش يديتيكتي لو كو سي با فاسيل وباش اكزيكوتيه سي انكور موان فاسيل نو بالعكس خويا المهدي الوزاني اين كومونتاتور اللي ماشي محايد و ملي ماشي محايد مايل لاين لاعب بالعكس هما لي دي جوار بجوجهم اصدقاء ديالنا وكنعطيهم بجوجهم ديك كريتيك وبجوجهم كنسقفو ليهم الا داروا شي كو مزيان اكزاكتومون خويا و حتى لي جوار بجوجهم ولا كاع اللعاب اللي كانوا حاضرين الا كانوا ضايقوا من لي كومونتير ديالنا حنا كنحاولوا غير نوصلوا داكشي اللي كاين في لاطابل بطريقه محايده ديالنا وبطريقه محايده اكزاكتومون الا ما كانش الا كان كو خايب راه كنقولوا كو خايب كو زوين راه كو زوين وهادشي ما كانش شنو القيمه ديال اللعاب تماما خويا تماما فاغلبيه اللعابه اللي كيشاركوا في مثل التظاهرات هذه غادي تحطهم في اي صال في المغرب مع شي شخص زعما خارج هذا اللي ما مقلوش عليه الاطارات هادو غيبان ليه كيطير لو ميور جوار عامري امين طبعا اللي خسر اليوم بطريقه بشعه كان رابح ب 7-3 واللاعب الزهراوي كان سجل الرومونتادا ديال هاد ليديسيون هادي بحكم انه ربحوا ب 8-7 وفي ديك الريمونتادا حيت تفرجت طراو عجائب الدنيا اكتيفيتي في ديك الريمونتادا فهذه اشياء كتوقع طرفوا كتقلب لا طابل وكتغيب لا ريوسيت فهاد لو ديرني كو هذا عامر صراحه في عامر كيدير اون فوت صراحة بالرغم من الإعادة ما شفتش لا فوت إلا كاين شي إعادة أكثر من هادي برونسي أكثر من هذا بدا لو الطاقم التقني تشرف بها علينا ونحاولو نبدا لا فوت اللي دار واش بلا كان غادي يتيح
Félicitations. خذ ميكي متشل مدينة ستاتش واللاعب الشرفي كذلك. وي 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 خصو دوبل لا كونسنتراسيون ديالو دابا باش ما خصو يزيد يزير ويحاول او ماكسيموم يفيرمي هاد لاطابل باش تكون لا بروميير فوا اللي كاين 3 فريم دي ديفيرون. يلا حتى من البدايه ما دو فريم بين لي دو جوار لي فوا. في المربع الذهبي ديال لي دومي فينال لو سول فيتيرون اللي كان بقى فيها هو عامر رياض. لي تخوا زوطر جوار سي دي جون اللي فاضيين قيمتهم. وي خويا وي هادشي كيبشر بالخير. بحال مثلا الا كانت شي ريبريزونطاسيون ديال المنتخب فعندنا تبارك الله اسماء اللي غتقدر تشرف المنتخب. بالفعل خويا بالفعل we
اكثر بس او مش مليار ما كاينش شي سكور لاين اللي كتخليك زعما في الامان في الامان تبقى اصلا في الصعب حتى لاخر مره ستوريك ديالو في ليستوار اللي كيتداولو عليه عندو بزاف اللي راه مبادرة اللي كان خسر بويت سات من سات دو لويت سات في الامريكان قلت لي يا خويا ياك وي الامريكان اللي صراحة ما كاينش بزاف في المغرب ما متداولش بزاف اللي نقارب ديجا وي وي جو بونس لي كلوب اللي حاطين دي طابل د امريكان كيتحسبوا على اصابع الايد هو واحد الجول صراحه جميل جميل مي بيسك ليسونسييل عند عند لي كيرابي الكو في فوق واي 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 je pense à Wall Street à Fisgaliot. Wall Street à l'événement, je pense que je suis grand effort pour le remplacement car ce soir il bouffe l'empoche au film qui le bouchon car il est à la mort. J'ai le bridge de l'eau quand je suis à le bouchon. Je suis à la distance mobile et je suis au bouchon. Donc c'est là que je m'attache à la stabilité de l'oreille. qui est empoché de rouge ou un de open table une table facile mais il a vraiment une chance de demi finale C'est une question de rentabilité pour le président des le clubs, tout simplement. Aïe 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 aïe. Ah, maintenant, je vais finir la table. 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 Je vais finir la table.
يلعب الكرة اللي ميت عنده في الكوتي دروا باش يشد بها الترو اللي فيه لي دو جون ديال العامل. جو بونس باقي ما بانش ليه هادي زوم على وي كانت طبعا عشاق شرقي باغي شرقي يربح عشاق عامر باغي عامر يرجع في الماتش حنا ما كرهناش نشوفوا لاعبين غير باش نستمتعوا اكثر بهذا الماتش اكزاكتومون اخويا انا شخصيا كيعجبني نشوف ستريس ديال اللعابه في لابيل عندها لو شارم ديالها اخويا وصراحه سي اون دومي فينال اللي كتستاهل انها تسالي في لابيل سيرت الشرفي قدم Il faut juger correctement le...
الكره الاولى حتى الكره هذيك صعيبه بزاف دونك خصو يفكر على انه يحطو فيها كان صعيب خصهم كونتراسيون ديالهم ما بين الوقوف ما كانش محتاج لهاد الكوريكسيون بتاتا كان هي سيرت لوكي ديال ان ديك السفرة مشات لتما ما ماشي ان سيرتيفيك ديال انها كانت غتكون تما مي عطا الطابلة فرصة في انها تصعب عليك الماتش عامر Yeah.
mais le compte qu'on va réaliser va le faire maintenant. Oui, 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 malheureusement je pense pas chez eux. Sinon quand même écoutez, je tiens aussi là-bas. Oui, le Real Madrid, normalement chaque match, je trouve qu'il me cède un peu d'or, je m'attends plutôt aux yeux chauffés. Félicitations, Shorty. Deuxième finaliste. Moussa Wakbir, je vois.